بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم متابعين الكرام في كل مكان، نسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل الخير والبركة. من هنا من ميدان لوغان للسباقات الهجين العربي الأصيلة، حيث ينطلق هذا الشوط الأول حاملا في طيات هذه الأسماء من الأبكار الفطامين في هذا اليوم، يوم الخميس السادس من شهر 4 لعام 2022 للميلاد. هنا متابعينا الكرام، السادس من شهر رمضان المبارك، ينطلق هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء الرائعة والرنانة من الفطامين. صدارة هذا الشوط ياتي هنا شعار بالرملي مع الصدارة الأولى، ياتي شعار بوسالم وسهيل بالرملي بن محمد العامري، يقدم لنا المتحدة مع المركز الأول والقيادة الأولى، بينما المركز الثاني هنا القدوم والتواصل من مشكورة وحمد بن محمد رعشيق العامري قادم مع المركز الثاني، حيث الدخول والتواصل في هذه اللحظات من الجذابة وعلي بن مسفر بن علي الخيلي قادم مع المركز الثالث، بينما رابع الأسماء ياتي شعار بن خيرة وسعيد بن سهيل بن خيرة بن عيضة العفاري، ولكن عودة إلى مقدمة هذا الشوط إلى المتحدة وماركة المتحدة. هنا يتقدم سهيل برملي ابن محمد العامري مقدما ومتقدما مع المتحدة. المتحدة تتحد مع الناموس، تتحد مع الانتصار، ما شاء الله تبارك الرحمن، من بداية الانطلاقة وحتى هذه اللحظة تسيطر على الصدارة. سلام بوسالم، سلام سلام المتحدة، سلام تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار والتألق والإبداع بهذا الشعار، شعار برملي سهيل برملي بن محمد العامري المركز الثاني. وصلت مشكورة حمد بن محمد عاشق العامري ثالث الأسماء، وصلت أيضا هناك مشاهدين الأعزاء شأنية وسعيد بن سهيل بن خيرة بن عيض العفاري. إذا تهانينا والناموس متابعينا الكرام لمالك المتحدة سهيل برملي بن محمد العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز مع الشوط الأول. التوقيت الزمني لحظة الوصول دقيقتين 11 ثانية 57 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس.